يتفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي استاد سويس للوقوف على مدى جاهزيته استعدادا لتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. الزميل أحمد رجب يطلعنا على جولة وزير الشباب والرياضة. إليك أحمد. شادي، إليك تحياتي وللسادة المشاهدين. كما ذكرت، هي جولة لمعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي إلى هنا في ذلك الاستاد، استاد محافظة السويس، للوقوف على مدى جاهزية هذا الاستاد. يعني معالي الوزير يقف الآن مع مجموعة من الصحفيين يتحدث معهم حول ما يحدث الآن في الاستاد، وقد تحدث معنا قبل هذا اللقاء على الهواء مباشرة وقال أن الاستاد حالته جيدة جدا، قال أن النجيلة حالتها ممتازة، وقال أن الاستاد يستوعب 20,000 من الجمهور، وقال أن الحد الأدنى من استيعاب الاستاد هو 15,000 من المواطنين، وهو الاستاد الرئيسي بمحافظة السويس الذي يستقبل مجموعة من المجموعات الخاصة بكأس أمم إفريقيا. وقال أيضا محافظ السويس أن المحافظة تقوم على قدم وساق وتعمل على قدم وساق بالقيام بالتجهيزات الخاصة باستقبال هذه المجموعة الخاصة بكأس الأمم الأفريقية من خلال تجهيز الطرق المتواجدة في محافظة السويس، وأيضا أماكن الإقامة، وأيضا الاستعداد لاستقبال جمهور الأفارقة الذين سيأتون مع فرقهم للتشجيع، وأيضا الاستعداد لتواجد الجمهور السويسي هنا في استاد السويس. وقال أن الوزير قد بعث بلجنة لحصر الأعمال الخاصة بالعمل داخل الاستاد والعمل على تطويره لاستقبال هذه البطولة وهذا الكأس. وأيضا قد تحدث أن هذه اللجنة يأتي الوزير القيام أيضا برؤية المكان حتى يتعامل مع اللجنة ويضع آرائه ويتناقش معهم فيما يجب عمله في هذا الأمر. معي الآن معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي يحدثني بمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر وما يحدث الآن في استاد السويس. حتى حركة فنم وكل عام وانتم بخير. يعني نرى تجهيزات على قدم وساق داخل الاستاد، حرك بعثت بلجنة لحصر ما يحدث داخل الاستاد الآن، إلى ماذا توصلت هذه اللجنة؟ لا، احنا طبعا النهاردة كنا موجودين في مؤتمر في الحياة شبابي موجود. نعم. السيد المحافظ يعني بيعملوا مؤتمر علمي تطبيقي تنفيذي، حاجة محترمة جدا، موجودة طبعا في وزارة الشباب والرياضة جهاز المشروعات، لان هو بيتداول الفكر وايه اللي بتتيحه الحكومة المصرية في للشباب المصري، وصفة خاصة احنا بنتكلم على شباب السويس. اكيد انا لازم اجي اشوف استاد السويس. احد حضرتك يا فندم في البداية اثرت تتحدث عن المؤتمر اللي تم ما بين حضراتكم وما بين ايضا جهاز تنمية المشروعات وما تم خلال الفترة الماضية. طيب يعني فرصة وحضرتك موجود معانا نتحدث عن هذا الامر وما وصلنا ليه حتى الان في مسابقة مفتاح مشروعك. بص، الاول اكيد المؤتمر يعني قيم جدا، لان هو بيتناول الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها، الستارت اب ازاي تعمل تنشئ شركه، بنتناول فيها الانتربرينورشيب او زي رياده الاعمال، بنتناول فيها كمان بنك التوظيف اللي موجود من خلال وزاره الشباب والرياضه، بنتناول التوظيف طبعا القطاع الخاص والقطاعات البديله يعني. اكيد كمان احنا مع جهاز المشروعات الشريك الاساسي او الكبير مع وزاره الشباب والرياضه اللي بيها طرح المشروعات للشباب، واحنا وزاره الشباب، فبالتالي كان لازم يكون في تعاون. فاحنا حلمك مشروعك احد المشروعات اللي احنا قلنا لو في تخوف من بعض الشباب على فكره القرض، مع انه قرض متنازل مش متصاعد وقيمته بيكون فيها تسهيلات كتير، لكن ايضا قلنا ان احنا ندخل بشراكه احنا وجهاز المشروعات لثلاث مشروعات لكل محافظه، 81 مشروع، 8 مليون واحد من عشرة. اكيد احنا كمان بنقول للشباب ايه اللي بيحصل، ايه المشروعات، بنقوي ذاته كده، لان هو يعني الفرص بقت متاحه بشكل كبير جدا لعمل المشروعات الصغيره والكبيره وفئات متنوعه يعني. كأس الأمم الأفريقية والتجهيز لذلك الكأس وهذه القضية الكبرى بالتأكيد، والشارع المصري ينتظر ما سيتم وما سنراه إن شاء الله، وكنا يعني خدنا تجارب سابقة في تجهيز مثل هذه البطولة. كيف استعددتم ورؤية حضرتك للاستاد تحديدا استاد السويس؟ لا، احنا في مرحلة طبعا سريعة جدا لعمل مسح على الاستادات اللي تم اختيارها من خلال اللجنة المنظمة فنيا، يعني اللي هي في وقت قليل بعتت هذه الاستادات، فبالتالي احنا في يعني مواصفات وتشيك ليست موجود. احنا كمان
بعتنا لجان في الحقيقه على كل الاستادات اللي موجوده المؤهله. درجه الاهميه حضراتكم شفتوا يعني دوله رئيس الوزراء زيارتين لاستاد القاهره، استاد الافتتاح والختام، لكن كل الاستادات في زيارات ليها اللجنه بتحط ايه اللي هتتعمل في كل استاد. ده كله بيراجع بيتم بشكل سريع جدا، تنزل القطاعات والشركات ان هي تشتغل في الاستادات طبقا للمتطلب، كل استاد على حده. ده لان احنا طبعا ده دولاب لوحده يعني بنشتغل عليه، لان هيبقى دواليب العمل كلها بشكل متوازي، عندنا حفل افتتاح وحفل ختام وعندنا حاجات كتيره جدا في الحقيقه. اللي احنا بنقول العنوان مصر كلها تنظم، يعني مش محافظه في الحقيقه لو في اختيار استاد طبقا للاختيار الفني، ده مش معناه ان مصر مش موجوده، مصر كلها تنظم. فالاستاد في الحقيقه على مستوى عالي جدا، مستوى كل حاجه فيه حديثه، لكن لازم تطوير حاجات هتتطور وهتكون موجوده. لكن احنا البنيه الاساسيه المصريه يعني في الحقيقه في كل محافظه بنلاقي استاد في هذه القيمه، فالبنيه الاساسيه المصريه بنيه كبيره، في كل استاد يتم اختياره وهو مؤهل للاستضافه، لكن احنا بنطوره وبنحدثه لحجم الاستضافه. هنلحق يا فندم؟ هنلحق نعمل ده خلال الفتره الوجيزه اللي احنا ننتظرها لغايه الوصول؟ اسمح لي، ليس له مكان، لان احنا لحقنا، لان احنا قدمنا في 3 ايام يعني. يعني الدراسات بتقول ان بطوله كاس الامم الافريقيه مينيمم 2 سنين تجهز له، ولما بقول دوره اولمبيه مينيمم يعني 8 سنين ل 12 سنه، وبقول كاس عالم 6 سنين ل 8 سنين. فاحنا لما نختصر او نقول هنقدر ان شاء الله هنقدر، يعني بصراحه يعني اللي عمل قناه السويس في الفتره ديت، اللي عمل المشاريع العملاقه اللي احنا شايفينها، ما اعتقدش يعني ان يعني هنقول مش هنقدر، لا هنقدر، وانا يعني متفائل جدا وبقوه. يعني ايه المحافظات يا فندم اللي تم اختيارها عشان تكون فيها مجموعات من كاس امم افريقيا؟ بص، هو اللجنه المنظمه يعني اختارت بعض الاستادات في الحقيقه، مش المحافظات. المحافظات دي هنعتبر ان مصر كلها هي المختاره، لكن اكيد في البورسعيد، في الاسماعيليه، في السويس، في القاهره، في اسكندريه. تمام، 5 محافظات منهم 3 محافظات من مدن القناه. ما بنقولش ما بتصنفش، مصر كلها بتنظم. يعني ليه؟ لان هو اللجنه المنظمه في الحقيقه كان في فتره ضيقه جدا صغيره لازم تقدم الاستادات اللي موجوده، فقدمت الاستادات اللي موجوده في الحقيقه، اللي يعني قبلت من خلال بناء عليه تم يعني اعلان مصر لتنظيم كاس العالم. احنا خلاص في مرحله ثانيه دلوقتي، مش مرحله اختيار، احنا في مرحله ايه اللي هنشتغله، ايه اللي هنطوره، المحافظات تستعد ازاي. وبالتالي سياده المحافظ محضر مفاجآت كثيره، ويعني انا اثق كده ان شاء الله يبقى يعني في عمل كبير جدا هيكون موجود هنا في المحافظه ان شاء الله. بالتوفيق يا فندم. سياده اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر، بالتاكيد محافظه السويس تقوم باعمال كبيره واستعدادات كبيره لاستقبال كاس الامم الافريقيه هنا في المحافظه، بما انها ستستقبل مجموعه من المجموعات. ايه الاستعدادات يا فندم اللي حضراتكم قمتوا بيها؟ هو الحقيقه هو عندنا استعدادات في كل شيء، من اول الطرق حتى الامن والتامين، حتى الخدمات اللي هتقدمها المديريات المختلفه، سواء مديريه تموين، الصحه، الحمايه المدنيه، المرور، كله يعني كل جزء في محافظه السويس هو لخدمه هذه البطوله في هذا التوقيت. والحقيقه انا كل اللي اقدر اقوله علشان اختصر الكلام، ان قاعد مصر ان هيشوفوا حاجه محترمه جدا تليق باسم جمهوريه مصر العربيه، ويبقوا راضيين عنها وتليق بشعب السويس. نعم، بالتاكيد يا فندم. حضرتك تحدثت ايضا عن استقبال واماكن اقامه الفرق، وايضا اماكن اقامه المشجعين المقيمين مع او الموجودين مع الفرق التي تاتي من الدول الافريقيه، ازاي استعدنا ليها؟ الحقيقه احنا استعدنا ليها ان احنا ادينا امر انذاري للمناطق اللي هيقيموا فيها الفنادق والقرى السياحيه اللي موجوده عندنا في منطقه السخنه، هي بتبعد عن هنا بالظبط من 20 ل 35 دقيقه لابعادها واقربها. هم ابتدوا يرفعوا كفاءة الأماكن اللي عندهم، بالإضافة لأن هي طبيعي لها مستوى معين من النجوم. فأنا مش قلقان من ناحية الإقامة، ومش قلقان من ناحية انتقالاتهم، لأن عناصر الأمن اللي موجودة عندي في المحافظة أو حالة الطرق والحالة اللي هتبقى عليها، لأن أنا كنت تحدثت مع معالي الدكتور رئيس مجلس الوزراء في أن أنا هعمل رفع كفاءة للبنية الأساسية اللي هي هيتحرك عليها المركبات، سواء راحة جاية من أماكن الإقامة أو لأماكن التدريب أو، وهو الحقيقة كان داعم قوي جدا ليا في هذا الموضوع، وبدون قيد ولا شرط. وإن شاء الله اللي أنا زي ما قلت لحضرتك اللي بعد بيه، إن هتبقى السويس
حاجة جميلة لجمهورية مصر إن شاء الله. شكرا جزيلا سيرة الأستاذ دكتور أشرف صبحي وزير شباب الرياضة، شكرا جزيلا سيرة اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، شكرا جزيلا لكما. إذا شادي، يعني كانت هذه نبذة حول بعض الاستعدادات الخاصة بجمهورية مصر العربية وليس محافظة السويس فقط لاستقبال كأس الأمم الإفريقية. شكرا جزيلا إليك شادي وللسادة المشاهدين، وعودة إليك مرة أخرى في الاستوديو.